بيسعدنا بينضمنا كمان في هذه اللحظات المدير التنفيذي للنادي الاهلي العميد محمد مرجان. انا برحب بيك، موفقين كالعاده وحفلات رائعه بتشيد بيها اعضاء الجمعيه العموميه، وزي ما بنقول وكنت بسجل مع العمري بيه طبعا بقول له الحاجه الرائعه ان احنا بنشوف السعاده على وجوه الاعضاء بينعكس عليك ازاي يا محمد بيه طبعا كمدير التنفيذي للنادي الاهلي. هو طبعا اهم حاجه بالنسبه لنا لما بتلاقي الاعضاء مبسوطين انت فعلا بتحس ان انت عملت مجهود، دي حاجه الحمد لله رب العالمين، يعني بنحمد ربنا ونتمنى لليوم ينتهي بخير. على مستوى الثلاث فروع انت النهارده بتنفذ برنامج عائله النادي الاهلي، يعني زي ما هو كان موضوع في الخطه بالظبط بتاع كابتن الخطيب في البرنامج الانتخابي بتاعه، يمكن اول اختبار او اول لقاء حقيقي لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي على المستوى اللي هو الاجتماعي. تمام، الحمد لله انت الفتره اللي فاتت انت على المستوى الرياضي شغال كويس، ويمكن النهارده لسه كنت بقول حتى في ذا شو الرياضه، يعني النهارده اليوم اسمه الاهلي الاجتماعي مش الاهلي الرياضي، رغم ان انت عندك برضه فريق الهاندبول بيستعد بيتمرن دلوقتي في الصاله المغطاه عشان عنده كاس السوبر ان شاء الله يوم الخميس، عندك فريق الطايره ان شاء الله الساعه 8 هيلعب مع الزمالك في برضه في بطوله الكاس. فالحمد لله على المستوى الاجتماعي ومستوى الرياضي احنا شغالين بشكل كويس، كان عندك امبارح كوره الاهلي وسموحه، وعندك يوم الجمعه الاهلي والداخليه، يعني شغالين بطوله السباحه شغاله، فالحمد لله رب العالمين. النهارده اليوم ده كان اختبار حقيقي يخلص بس على خير ان شاء الله، وبوجه الشكر طبعا لفريق العمل اللي شغال، اللجنه العليا المنظمه، مجلس الاداره، المكتب التنفيذي، كل الناس عامله مجهود جامد جدا، في غرفه عمليات شغاله الحمد لله موجوده، سياده اللواء حسن مسعود، سياده اللواء الفيشاوي، اخونا الاستاذ خالد مرسي في الجزيره، يمكن اسيبهم في الجزيره هناك ما شاء الله حاجه جميله جدا، الشيخ زايد برضه عديت عليهم حاجه، يعني الحمد لله بنحاول نعمل حاجه كويسه لنادينا. يعني هو احنا في الاول وفي الاخر ولاد النادي، فبنحاول نعمل حاجه كويسه لنادينا، فربنا يكرم ان شاء الله. يا رب ربنا يخليك، شكرا شكرا.